في مسألة الغلو في الشيوخ وفساد العقائد، والذي تولى نشره الجبهجية في كتاب اسمه سراج السالكين، وده ألف واحد اسمه البدر، عرفته؟ قال وأولياء الله الكمل ثمانية، أربعة باليمن وأربعة بالسودان. قال فكف عن ذكر الذين باليمن، وبرضو الكتاب ده مطبوع تحت إشراف وزارة الإرشاد في الزمن ده. قال وأما الذين في السودان فمنهم الشيخ أحمد الطيب البشير. قال وقد ملكه الله الكون 40 أو قال 33 سنة فما نقص منه جناح بعوضة. قال ومنهم الشيخ دفع الله المصوبا المسمى بمصوبا الحضارات، وقد جر الشمس مع الملائكة 40 عاما أو كما قال. وده يا أخواننا كل اعتقاد مناقض ومخالف للقرآن، لأنه دي أمور مختصة بها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ولذلك أخواننا ديل أخذوا هذه الصفات التي هي للخالق وأدوها للمخلوق، جايبين الخنجر وممسكنه أستاذ التفسير بجامعة أم درمان الإسلامية، يقول إنه أنت بتسأل الله ما بيديك مطر، وبتمشي للشيوخ والأولياء وبتديهم البياض بينزلوا لك المطر. قال يجيك واحد يقول لك ما تسأل الله، أهابي تسأل الله وبرضه ما بديك مطر. وربنا سبحانه وتعالى يتحدى في موضوع المطر وغير المطر، ربنا تحدى الخلق كلهم. ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وربنا سبحانه وتعالى قال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فده رب العزة والجلال لا يشاركه أحد. فسدوا أفسدوا عقيدة بشر لا يعلمهم إلا الله، فتحوا التلفزيون للدراويش ناس البرعي وغيرهم ينشروا في الباطل بتاعهم، يقول إنا بخب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. وربنا سبحانه وتعالى قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وربنا سبحانه وتعالى قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وآيات كثيرة. ربنا قال عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولذلك أخواننا فساد العقائد وفساد الاعتقاد الذي نشره هؤلاء المجرمون ده يا أخواننا كان سبب من أسباب انتشار العلمانين.